اذا قيمه الجائزه عندك صار 100، لا تحافظ عليهن ولا تخسرهن. والسؤال الجاي برميل، والسؤال ركزوا يا حنون، السؤال يقول ولكن بعد الفاصل. لكم بعد الفاصل، ومع من سيربح البترول، ومعنا المتسابق حنون، وكنا قد توقفنا مع السؤال الجديد، والسؤال الجديد يقول ركزوا يا حنون، السؤال يقول أسهل طريقة للصق تهمة بقانون. نشوف الاختيارات. الاختيار الأول 2 تكة، 6 كباب، شيش تكة أو شيش كباب، نص مشكل، أو 4 إرهاب. وإلك الجواب، تفضل جاوب. تريدني أجاوب على هذا السؤال؟ نعم. حيران تعال أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين على موجاتنا العاملة FM UMBM WM. أكتفي بهذا القدر من نقل الأحداث مباشرة وعلى الهواء، وأنقل الميكروفون لزميلي حيران لتكملة تغطية الأحداث، وشكرا. ورطة حيران، أسهل طريقة للصق تهمة بقانون. الاختيارات تقول 2 تكة، 6 كباب، شيش تكة وشيش كباب، نص مشكل، لو 4 إرهاب. تفضل جاوب. أستاذ شنو لصق تهمة؟ يعني يتهمون الواحد وفق مادة قانونية. تفضل جاوب. اتهام وفق المادة القانونية؟ نعم. ما افتهمت يا حيران. دا يقول لك واحد ويلزقوا له تهمة، لزق 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 يلزقوا له تهمة. ايه استاذ ما افتهمت. ولك بابا يذبوب هبية. ذبوب هبية؟ اي استاذ. حلوة هبية، شنو يعني هبية؟ رجاء 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 رجاء، خلوه ركز، أنا أفهمه. نعم أستاذ. بابا اتهام يعني وفق القانون. لا جاسم، لا. نعم جاوب. إيه يعني اتهام وفق القانون. ما افتهم. شوف حيران. نعم أستاذ. أنت ركز. نعم. واختار اللي شوفه صحيح. إيه أستاذ. لك بابا، أمر القائل قبض ليش يصدروا بالتليفون؟ ليش؟ لا 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 لا، ما يصير هيك رجاء، ما يصير. ركز بالسؤال. لا. ومن اللي يلزموه بأي تهمة؟ يلزموه بأي تهمة؟ هاي شنو؟ سكوت اخوان. بدي اركز شوية. تفضل استاذ. نعم جاوب. اجاوب استاذ. استاذ أنا أشكر هواية وتيجي تساعدني وببيتي دعت لك أستاذ وتموت عليك. شوف حيران. نعم أستاذ. ممكن تأخذ رأي جماعتك، وهذه مساعدة مني إليك. يلا أشكرك أستاذ. تعالوا يا جماعة قبل تساعدوني، تعالوا كش مدافتهم راسي فتر. صفقولهم. رامكم فتني حيران. كل العالم الظالم عفنا بالسجون، واللي دا تتوقف شلون؟ هم لو يدزونهم شرطة، لو جيش، لو ملثمين ويعلسوهم. اي بأي مادة دا ينعلسون؟ لو بدريل، لو يزرفوهم بماكينة. يبو أنا أفهم بابا، احنا مو عندنا قانون. اي نعم عندنا قانون بس لصق وبكيفهم. افتهمت؟ اي نعم. يذبوه بالسجن وبأي تهمة. أستاذ هذه المواد مو اختصاصي. شكرا. أقلب. تعال جاسم يا بعودك، كلهم عفوني، أنت من عرب ساعدني الله يخليك. كل شي ما قافتم، شو اللي معنى تهمة لصق؟ لصق ذبحني هذا بلصق. لصق يعني لزق. ألزقك ببوكس على عينك؟ ولك بابا هي هاي لصق هيك يلزقون بيه تهمة. لصق يعني يلزقون تهمة بيه. اي نعم ما افتهمت.
أفهمك. نعم. أمر القاء القبض شلون يصدروه؟ يسجل واحد يروح المحكمة يسجل دعوة، لو يخابرون بالتليفون ويجيبوه يطببوه جوه وخابرني إذا طلع. حلو، بدأ يفهم. نعم. شلون القاضي بيش يحكمه؟ بالموبايل بالسخام بيا فقرة ولك باوة على الشاشة. شباوة على الشاشة ذاك عبالك صينية ما كباب باوة جاب الكباب على القانون. انت تشوف هنا الأجوبة ايش مكتوبة؟ يقول لك 4 كباب 2 تكة 4 معلاق. شنو هاي؟ شو افتهمت انا؟ كلش ما افتهمت استاذ. ما افتهمت؟ لا ما افتهمت. قوم تفضل تفضل استريح. تفضل تفضل استريح. اني واقف وراك. شوف استاذ، القاضي شفته باربع ارهاب يطيحون حظه وحظ الخلفوه وشبعوا كتل ودقوا بعد ما حد يندلع، وبعدين تشتغل عليه الصواني مشكل رايحه وجايه رايحه وجايه. الا يعني الصواني؟ لا عمي، ذولا جماعه اللي قاعدين جوا وياه. افتهمتني لو لا؟ نعم. شلوني بالله هسه انا بالاشياء الفانتازيه والفيزيائيه والسجنيه والقانونيه؟ ماشي، يعني عندك اختيار لاخر لو تحب تضيف. لا واحد بضيف طبعا، الكمبيوتر على حق. ليش الكمبيوتر طلع هاي الشياشه الحلوه؟ ليش؟ ليش؟ لانه من ذبه جوا طبعا اشتغلت عليه الصواني. اي صواني الكباب والتكه والمشكل، صينيه رايحه وصينيه جايه، صينيه رايحه وصينيه جايه. يعني إلي؟ لا يا عمي، يا إلي للجماعه ذبه جوا للي سجنوه. وخابرني إذا طلع هذا سجنه. أو أنا أعرف واحد ببحدة، شوف أها هو هالقدوتة بس ببحدة ذب 1500 واحد جوا من كان مخبر سري. تفضل تفضل. شلوني هسه بشرفك؟ أنا مو داهية، أنا مو مشاكل. ليش هم يسموني جاسم مشاكل؟ يعني يعرف بالقانون. صفقوله صفقوله. استاذ يعني يا حيران ايش راح تختار هسه؟ شو اختار؟ اختار 4 ارهاب. خلي نشوف الكمبيوتر شو يقول. زين ليش ما اختاريت التكه الكباب مثلا لو المشكل؟ لا استاذ هذا ما تمشي المشكل والكباب والهذا، بس انا طخت براسي نبهوني جماعه 4 ارهاب. اها خلي نشوف الجواب. وجوابك صحيح. هلا الله يسلمك الله يسلمك. حنون بخالتي شلوني؟ اذا جائزتك الان برميل، ومعانا سؤال جديد، والسؤال يقول ركزوا وياي. نعم. انتهى وقت البرنامج مشاهدينا الكرام اللي هنا، وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. موعدنا واياكم غدا وحلقه جديده من برنامج من سيربح البترول.